السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فول، الفول اللي هو اللي بيبقى مع الترمس. عارفين لما بنروح اسكندرية كده في المصيف ولا بنعدي بنلاقيهم عاملين الفول كده محمرين، والفول بيبقى مش متحمر، بيبقى متحمص كده ومسلوق، بقى طعمه رائع. هعمله لكم بقى بطريقة تجنن. طبعا ده الفول جايباه انا ونقعاه، مفيش نقعاه بقى لي اكتر من 8 ساعات. دلوقتي هغليه وهنشوف هنعمل ايه. انا صفيت الميه، صفيتها. دلوقتي قبل ما يتسلق لازم يتحمص على البوتاجاز، لازم تحمصيه تلاقي اتلسع بقى من الجنب ده ومن الجنب ده، هيبقى الموضوع مختلف تماما. يلا تعالي نحرقه على البوتاجاز. مش نحرقه، هنلسعه ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. انا جبت الطاسه سخنت شويه، هنزل عليها بالفول. بسم الله. ماشي، سامع الطشه؟ لازم بس تنقعي الفول الاول، ما ينفعش تعملي الفول من غير ما تنقعي. زي ما انت شايفه كده هنزل بالكميه كلها وارجع لك. هتقلبيها زي كده بس، يا دوب تقليبه خفيفه. انا عايزه اللي تحت يستوي عشان اجيب اللي فوق كمان عليه، يعني مش هينفع ان احنا نشيله غير لما يتحمر. طبعا هو لسه ما سخنش، لما يتحمر مش هقدر احط ايدي. خلاص استني عليه بقى ياخد وقته براحته خالص ونرجع نشوفه هيحصل فيه ايه. طبعا اجيبك منين يا طولة البال، اجيبك منين يا طولة البال. عايزك تقعدي تقلبي بقى فيه كده لما انت تستوي قبل ما هو يكون استوى. بصي هي دي اهي شبان قوي، لكن في طبعا دخل على التسويه زي دي ودي دخلوا يعني، بس طبعا عايز طولة بال. يلا خلينا مع بعض لحد اما ياخد صدمه كده على البوتاجاز. بصوا اهو فيه ابتدى، بس لسه طبعا قدامنا وقت. ان شاء الله كده تعتبر اتحمرت، اتحمصت مش اتحمرت، اتحمصت اتشلوحت على رأي مرات اخويا، تقولي اتشلوحت زي كده اهي، زي ما انتم شايفين. شايفين عاملة ازاي؟ انا عايزاها زي كده. دي هتساعدنا اكتر كمان في السوى، غير ان طعمها هيطلع رائع رائع رائع. دلوقتي طبعا انا حاطة حلة على البوتاجاز فيها مية، المية تسخن مش لازم تغلي، بس هم المية بتبقى سخنة عشان الفول سخن، وننزل بيها على الفول. يلا ننزل بالفول على المية. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادرة اصور. مية سخنة والفول سخن وكل سنة وانتم طيبين. زي ما انت شايفة كده. ماشي؟ بسم الله. سيبيها بقى تستوي. الفول بالطريقة اللي أنا عاملاها دي مش هياخد ساعة، مش هياخد ساعة. أنت نقعاه وحمصتيه مش هياخد معاكي ساعة. شوية كده وهنحط ملح وهنحط نص ليمونة، شوية. بس يغلي له كده كام غلوه هنحط. طبعا هتعرفيني يستوى هتلاقيه فتح من بعضيه كده، فنش او مش عارفه اسمها ايه. المهم هتلاقيه فتح من بعضه وتعرفي ان هو كده استوى، ولما تمسكي الفوله تلاقيها طريت هتعرفي برده ان هو استوى. يلا خلينا شويه ونرجع تاني. بصي يا بنات، هي غليت اهي. هجيب نص ليمونه واعصرها عليها كده. ماشي، نص ليمونه بس، وبعدين هنكمل. يعني بعدين هوريكم اللي انا هعمله، بس دلوقتي هنحط نص ليمونه وهنحط الملح. بس يعني ما تكتريش ملح لان انت هتحطي عليها لسه، هنعمل الخطوه الجايه هوريها لك. الميه طبعا بتاعتها قلت، انا عايزاها تقل مش مشكله، والحبايه بتاعتها دخلت على سوا. يعني بصي اهي الحبايه بتاعتها ابتدت تفنش اهي زي ما انت شايفه. خلاص هنستنى عليها شويه ونقفل عليها واوريكي هنقدمها ازاي. يلا دلوقتي يا بنات، هي قعدت ساعة على البوتاجاز، طبعا قلت المية وانا زودتها مية تاني زي ما انتم شايفين. طبعا هي سخنة مش قادرة امسكها قوي، بس هي اتهرت. اوكي، اكلها بقى. انا معانا كمون وفلفل، هتحطي عليها رشة كمون عادي، كتري ما تقوليش لا. شوية شطة، وهتعصري عليها ليمون. اوكي، وبعدين هتحطي ايه بقى؟ هتحطي قطع ليمون زي كده تديها طعم وانت بتاكلي بقى، يعني وانت بتاكلي هيبان الطعم ده. قلبي وادعي لي بعد ما تعملي الفول ده، ادعي لي. طبعا هو التسليه للسهره كده وانت قاعده. انا بحبه الصراحه، وكنت بسافر اسكندريه باكله على الشط، فبحبه قوي. الفول ده صغنن، فيه فول اكبر من ده، بس انا كنت جايبه الفول ده للتدميس، وبعدين قلت مش هدمس هعمله بالطريقه دي.
وده كانت النتيجه الاخيره للفول. متنسوش تعملوا لي لايك وشير على مطبخ بطوط على الفيسبوك ومطبخ بطوط كمان على اليوتيوب. طبعا اي استفسار انا موجوده تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.